السلام عليكم. هذا الرون بوان دريزانا على اليسار المنصور، ندخلوا للمنصور. هذا شارع محمد السادس. اليوم رحنا الاحد، يوم الاحد 14 مايو، الساعة 1:05، حرارة 25، الجو جميل. هذه ولاية الأمن على اليسار، وهنا على اليمين المعهد المتخصص في التكنولوجيا. أقول له محنة التكوين، التكوين المهني. غادي نمشيو نشوفو، ربما نشوفو داك السوق ديال الطيور اللي في الهديم، بقينا كنديرو ندورو تمايا، أولا ندخلوها للباركينغ كاع باش نكون عالية. خلينا ندخلو للباركينغ ومن بعد نهبطو للسوق الباب جديد نشوفو عاود كي داير. إذا قلنا هذه الوحدة 6 دقائق، الحرارة 25، 14 مايو، يوم الأحد. الجو جميل، واخا يمكن نهار الأربعاء، يوم الأربعاء إن شاء الله بحول الله غادي تقدر تدخل بعض الأمطار، يعني بريفو باش تكون أمطار يوم الأربعاء ويوم الخميس. يعني عطينا نسبة كبيرة، عطينا 90%. وعلى مولانا، المهم بالنسبة للمزروعات راح الناس حصدوا، ولكن بالنسبة للماء يعني الفرشة المائية والسدود راه مزيان، ديما مزيان الشتاء على الاقل. على الاقل حتى الى ما دخلاتش يعني امطار كثيره كتبرد الجو، يعني نسبيا ما ماشي بحال حتى تكون الشمس حاره، راه السدود كيتبخروا، راه الماء اللي في السد كيتبخر، يعني راه تينقص هي بفعل اشعه الشمس والحراره، الماء كينقص من السدود. هذا شارع محمد السادس. انا دابا نطلع على اليمين غتبقى السباته، على اليسار شارع النصر كيهبط لسيدي سعيد. قلنا القضيه ديال باش نهضروا على السدود، يعني كاين بعض الايكولوجيين اللي تيقولوا بان السدود يعني غير ايكولوجي، يعني كلشي متفق على هذه المساله. يعني في دول اخرى ولاو تيحاربوا هذه الظاهره نتاع السدود، ولاو تيحيدوا السدود، ما بقاوش غاديين في السياسه نتاع السدود. علاش؟ لحقاش مثلا المجرى نتاع الواد من تحت السد ما تيبقاش داك البيوتوب، يعني ديك الحياه اللي كانت فيه من قبل ما كتبقاش، لحقاش تينقص الماء حيت السد تيحبس الماء. ولكن ما نساوش بان فاش كيدار السد يعني راه كتخلق حياه اخرى، يعني ان بيوتوب اخر تيتخلق في السد. ما نساوش بان يعني سياسه السدود في المغرب كانت ناجحه، يعني سياسه ناجحه، يعني كل ما هي كره بزاف ديال المناطق اللي تاثرت يعني بالجفاف. حنا دابا بحال دابا مكناس، مكناس كانت العين ديال الربعه، شحال هذه كتعطي الماء تاك ما هذوك العيون اللي كانوا تيعطيو لمكناس راه ما بقاوش كافيين. ولا مشينا نشوفوهم دابا راه تلقاهم يعني راه شبه ناشفين، الماء راه ولا جاي لمكناس من سد ادريس الاول اللي في طريق تازة سيدي عياد، من داك البراج منين جايبين الماء لمكناس. يعني سياسة السدود، سياسة نتاع الحسن الثاني اللي كانت سياسة يعني فكرة في محلها وكانت ناجحة.
المنظر ديال الاقواس اللي داروا في داك السوق ديال زين العابدين، يعني سوق ولا زوين. انا نحاول نهبط ونحاول نصور لكم شويه من السوق ديال الطيور، ندخلوها ندخلوا الطيور هنا، السياره نخليوها في الباركينغ. تعجبني هذا الباركينغ، الناس ديالو زوينين و نحاول نقربها شويه، نصور لكم نصور لكم داك الباب الاخر نتاع حبس قاره. حبس قاره راه وحال، واش عندي منين ندوز من هنا؟ هادي ما مخرجاش، دونك نشوف لك منظور من لهيه. هاي 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 هاي. نصور لكم داك الباب ديال حبس قارة الثاني، الثاني الباب الثاني اللي تحل من هنا من جهة زين العابدين، هو اللي بغيت نصور لكم. ما عرفت واش بغا يدير، اللي عارف واش بغا يدير يكتبها لنا في التعليق. انا بغيت نصور لكم هذا الباب اللي من هنا. سير اسيدي سير، هما داخلين نصارى، داخلين نصارى خويا، حتى حنا ندخلوا. هانتوما هذا راه الباب الثاني ديال حبس قارة. نحاول نصور لكم شويه بالتليفون. انا غادي نلصق واحد الطريف بالتليفون. إذا الأشغال مازال متواصلة هنا في حبس قارة، ولكن داكشي كله تحد، كلشي واضح، كلشي مكاد. دن صورنا سوق الطيور، صورنا حبس قارة، هذا سوق الطيور هو هذا، راه صورته لكم، ولكن غنحطو فيديو بوحدو سوق الطيور باش ما نضيعش الجودة نتاع على فيديو، غنحطها فيديو بوحدها. المشكل وقع ليه هو في حبس قارة، صورت حبس قارة من الداخل، صورته مزيان، كاين ثلاثة نتاع لي كومبارتيمون، الأول كتدخل بواحد الباب صغيرة وكدوز للثاني، وكدوز عاود واحد الباب صغيرة وكدوز للكومبارتيمون الثالث.
كاينين الدروج منين تطلع باش تطلع للفوق باش تخرج لقدام الضارع القبة ديال السفراء. هادشي كله صورته لحقاش كانوا دي توريست تما وصورت المهم. وعاوتاني فاش جيت خارج وانا نلقى واحد السيد كنت واحد السيد كنعرفو كيعرفني قال لي دخل صور. دخلت صورت فيديو كامله مكموله عولت ننشرها بوحده ولكن قال لي ودي بلا ما تنشرها مازال زعما ماشي وقت بحال غادي نخرج عليه الا نشرتها. ايوا قلت له ما نشر دونك غادي نصدق ما غاديش ننشر حتى داك الشيء اللي صورت انا قبل ما كاع ما يعطيني هو الاذن ما في الوقت اللي ما كانش. المهم راه شفتو ديك الباب وراه غادي نحط شي تصايب وراه نحاول نحط شي صور كيلكو فوتو ومن بعد ان شاء الله. ولكن داكشي ولا فن داكشي ولا زوين شي كما كتشوفوا هادشي كما كتشوفوا الداخل ديال وضاوي وزوين ومحدود كاين تروا كومبارتيمون ثلاثه ديال لي كومبارتيمون كبار واضحين باينين لا بغيتي تطلع لا بغيتي هذا داكشي يعني محدود. الارض مازال ما بللطوهاش الارض باقي فيها التراب. ايوا هادشي اللي عطى الله الطيور اللي صورت خلاص غنحطهم فيديو بوحدهم غادي نسميها الطيور الطيور المغرده. ما بغى بلا ما نزيدها هنا مع ديال مكناس بلا ما نزيدها مع ديال اليوم. اذا دابا راه حنا شوفوا فوقاش بديت الفيديو دابا راه 22 دقيقه يعني جوج وتولو الفيديو واقيلا بديتها مع الوحده الاذان ودمع عليا وانا تنصور الطيور. دابا غندخلوا للسوق دباب جديد ونشوفوا كي داير واش كاين شي زحام. الحرارة راه 26 إذا صورت هذيك الفيديو شحال وانا نصور فيها ولكن طلبني قال لي ما تنشرهاش حيت انا في الاخر قبضت قلت له واش ننشر انا تنقبض الاذن اي واحد صورت هذا كنطلب الاذن. هو مسكين خلاني نصور لحق الصديق ديالي كنعرفو واحد الراجل مزيان ولكن ما خصناش نديرو مشاكل. واخا هي راه ما فيها والو يعني هو ما كاينش الاذن يعني ما كاينش الاذن. غادي ندخلو نشوفو باب جديد. ايوا جات قدامنا كريصة جات قدامنا كريصة نتاع العاوي سوق باب جديد. ها التومة هادي التومة قيلا جديدة هادي حتى بحال الرباطي هادي. إلا دخلت التومة الجديدة خصنا نمشيو لها لاكوراي نجيبوها من لاكوراي. وراه خوا شوية السوق دابا راه تعطلنا شوية خوا دابا جوج واثنين وعشرين يعني راه خوا قبيلة الصباح قالوا لي كان عامر هادشي هذا ما كاينش منين تدوز. هو السوق هو صورت الطيور خلاص في زين العابدين ولكن راه قلت لكم غنحطها فيديو بوحده يعني باش ما نضياش لا كاليتي نتاع لا فيديو باش نحطها 4K 4K. هذه غنصورها نقدر ندير فيها حتى الروتور
هاد هذا تيبيع كاس صغير ب40. انا صورت لكم وحدين مع الطيور داك مالين القصب السكر، عنده الكاس كبير تيبيع كاس كبير ب5 دراهم، ولكن تيدير فيه الحامض وتيدير فيه هذا سكين جبير. هذا حتى يدور عاد ندور انا غادي نجر معاه مول بالتاخله ما تسال. عنده بيرمي بوالور داز على مول بالتاخله كيلكو سنتيمات. اذا هو هذا السوق باب جديد، سوق الحد باب جديد. هذاك اللي كنشوفو قدامنا الهادي بن عيسى، الله يحفظك يا سيدي. صورو هذا باش ما يبيعلناش. بغيتوش يجي قدامي غادي يضرق لي لا في، داكشي علاش ما خليتوش يسبقني. هذه الماكينة النجارة اللي كتسمعوها أدروات، كاينة ماكينة كبيرة، كاين شي جوج واقيلا ديال الماكن النجارة هنايا، من غير هادوك اللي في الحمامصية، يعني اللي مشهورة بالماكن ديال النجارة هي الحمامصية عندنا، تطلع أدروات وتخرج فيها سوق الملحة، وكاينين هنا واحد جوج، يمكن كاينة شي وحدة لتحت في هادوك اللي راهما غادي يبقاو دابا أون فاس معانا. تبارك الله، راه كاين دخلات التومة، دخلات، هاهي شوف. تبارك الله عندك. شحال تيبيع التومة عمي؟ 100 الكيلو، 5 دراهم الكيلو. مزيان التومة ب5 دراهم الكيلو، صافي. التومة راه مهمة ومزيانة في التغذية، راه كتحارب السرطان، راه مهمة بزاف في التغذية. كل ما تكلات خضرة، يعني دارت مثلا دير شلاضه مطيشه وبصله، دير فيها واحد جوج رويصات ولا هذا و مزيان، طايبه مزيانه، ولكن ماشي بحال الخضره، يعني تتنقص شنو، كتنقص المفعول ديالها. هذا تيبيع البصله، الثومه، ها هو تيبيع الثومة، هذا منقي، هذا تيبيع القديمة، تيبيع القديمة، ها البيبينيير، يعني السوق واصل حتى لهنا. ها المؤسسة نتاع غيتا زنيبر هنا، هنا تناخد البصلة، أنا عند واحد هنا على اليمين ديما تيدير أثمنة مناسبة، هاتو تاكو. بخير، إذن 3:06، 3:06، السوق ديال باب جديد بدا تيخرف، بداو تيجمعو. بالنسبة للدخلة ديال باب جديد لداخل كاين ما يدار، اللي بغا يدخل لداخل راه كاين مالي الفراش، راه كاين سوق خاص بالفراش. كاين خدارة، كاين مطاعم،
كاين حتى مطاعم الداخل، مطاعم رخيصة تيديرو يديروا الكثير من الانواع ديال الاطعمه. شكرا. والثمن رخيص، يعني ارخص بلاصه الماكله. حتى البيصاره، كاين البيصاره واحد المراه اللي تكون طالع حيت تكون اونفاس مع باب جديد تتبقى على اليسار، سميتها ام عيشه، تدير البيصاره من داك يشرب اللي ما عندوش هو يشرب. واخا كنفضل انا الانسان الا بغى ياكل البيصار يدي معاه الزيت ديالو، يدي معاه الزيت ديالو، لحقاش اغلب الاحيان تتكون الزيت حايله البيصاره. سير الشريف اتحرك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نادم جا بلوكا الطريق وقف يهضر مع الاخر، والمراه كتكلاكسوني عليه، وحنا والو هو زعما انا وبعدي الطوفان. هي الخيبة فينا. الانسان تيشوف هي راسو. قلت بالنسبة للبيصارة 5 دراهم تقنفك. كاين مثلا اللي تيديرو السردين تيديروهم قلي خلاص، يعني ما كاين الشواية، ومن الأحسن إلا كانت الشواية السردين، إلا كانت الشواية أو الطاجين مزيان، يعني ما يدوش بالزيت. كاين مول الكفتة خلاص، تيدير الكفتة كتعبر الكفتة، ولا كدير، ولا بغيتي كاسكرو دير الكاسكرو الكفتة مثلا 20 درهم تعداك، تدخل تدخل على تقويس باب جديد نيشان، كطلع على اليمين كتلقى تما كزار رشيد، رشيد خو مصطفى تيبيع اللحم قدامو، هذاك عاود اللي بغى اللحم شي حاجة فنة عند مصطفى. هذا ضريح ديال سيدي سعيد. إذا صورنا الضريح، صورنا حبس قارة، ولكن لكن داك الطرف، يمكن داك الطرف اللي صورت انا بوحدي فاش ما كان حتى واحد، يمكن غنحطو ولا نحط بعض الصور ينقربكم من المشهد. هو زعما هذاك الشيء ولا فن، يعني في وسط حبس قارة هذاك الشيء ولا مشهد. ندوزو من هنا نشوفو الاشغال ديال تثنية الطريق فين وصلات، ندوزو على برا ما نسينا حتى حاجة خلاص. تنشوفو الصخرة شنو خاص الدار، واش نسينا شي حاجة ولا لا. الفواكه والخضار باقا بالاسمنة ديالها، التومة 800 ريال الكيلو اليوم، نتوما راني بالورق ديالها، راني كطيح رخيصة، كطيح مزيان، ما حدها، ما حدها كتيبس وهي كتغلى، دابا إلا بسات إلا ما حدها تتزيد تيبس، راه تتوصل حتى 7 دراهم، 7 دراهم، 8 دراهم، من بعد ملي كتيبس مزيان، كتولي تدير 10 دراهم. هذيك الساعه عاوتاني العامل ديال الوقت كيلعب، عاوتاني العامل ديال الوقت، ما حدا كتزاد الشهوره
وهي كتغلى. فاش يفوت الصيف غادي تكون وصلت 20 درهم. هذا اللي على اليمين راه تولال تولوز دي ماروك. هنا دايز الواد، الواد راه دايز، هو قدامنا على اليمين راه دايز، هذاك راه واد، ها هو غادي. انا نوريكم منين خارج عاوتاني من الجهه الاخرى. هذه عين حربل، هنايا عين حربل راه غير صالحه للشرب. اوف تنظن دابا راه ما بقى فيها لا ما لا والو. ها الواد من هنا دايز دابا، من هنا ها من ها القنطره دابا راه دايز من هنا من التحت. دابا حنا فوق منه، هذا كيتسمى واد ابو اسحاق، هو اللي قاسم تولال على مكناس. كاين ثلاثه ديال الويديان اللي دايزه في مكناس، هذا ابو اسحاق، والواد اللي دايز بو عماير هو ديال بوفكران، والواد اللي دايز تحت القنطره نتاع ويسلاند كيتسمى ويسلاند، هو اللي دايز على راه كيفاش تكون غادي تطلع لوزين السيما، راه كاين الواد عاود تما، هذاك واد ويسلاند. هانتوما شوفوا هي الخدمه فين غادا نتاع تثنيات الطريق، راه هادي دابا راه خدامين هنا تيوسعوا الطريق باش يديروا دوبل فوا. ها هي الخدمه شفتوها، يعني تقلعوا دوك الشجيرات اللي كانوا هنا مشاو. بصاب يمنعوا هادو اللي قدامنا، يمنعوا دوك اللي على اليسار. اذا لاحظوا هاد الطريق فين وسعت، هاد الزرع هذا مازال ما حصدوه. إذن ها الأشغال ديال تثنية الطريق، هادي غتمشي حتى لدخلة لوتوروت. الله أعلم هاد الشجيرات اللي على اليمن مهزهم الماء، هادو جا فيهم البلان. هاد الشجيرات هادو راه الروح ديال مكناس في هاد الشجيرات. الغبرة ضربناها بسميتو، زادت على الكات هاد الدجاجة باربريز. هاد لابارتي غيكون التصوير ديالها ناقص، دونك حتى ندورو على اليسار شوية غادي تحيد الشعر. دونك الخدمة راه صفات صورتها لكم، راه مشات مع هادي، راه مشات هادي على اليمين حتى هي، راه بداو التوسيع ديالها. هنا حطوا هاد الكاميونات ديال التوفنو، عرفت علاش؟ هادو الجمال. مشاتي المروان، بيبينير مروان. مازال عندي بزاف ديال الطلبات، عندي واحد ديال اناسي نصور داك الحمام الجديد، عندي واحد الطلب هنا على اليمين خصني ندخل هاد ضيعة مبروكة تاع العالمي التازي، نصور هاد الاتجاه هذا. مازال ستينية، مازال عندي شوية د الروطار، عندي شي بلايص أخرى. واحد قال لي مولاي اسماعيل، واحد قال لي صور لي مولاي اسماعيل، راه ما عرفتش اش يعني بمولاي اسماعيل، واش الضاريح د مولاي اسماعيل، واش القنطره د مولاي اسماعيل، واش الثانويه د مولاي اسماعيل، واش الحي د مولاي اسماعيل، واش مولاي اسماعيل براسو، ما عرفتش. قال مولاي اسماعيل. اوتيل داليا نتاع
طير الدهي. هذاك السيد مول اوتيل ترانزاتلانتيك عبد الحميد الحلول الله يرحمه مسكين، توفى الاسبوع الماضي يعني نهار الاربعاء تنظن توفى. عبد الحميد كان راجل مزيان، تيعاودوا عليه كان راجل مزيان. حميد الحلو، حميد الحلو مول اوتيل ترانزاتلانتيك توفى مسكين الله يرحمه الله يرحمه. راه خلا وليدات، راه عنده وليداته، وعنده وليداته زعما ذريه صالحه. تنظن غادي يقوموا بالمشعل خايبه هي فاش تيخلي الانسان شي حد من موراه داك الشيء كاع اللي جمع تيضرب له تلافه، هذه هي اللي خايبه. اللهم تيقول الانسان يخلي واحد الاولاد قاريين وواعيين احسن ما يخلي سميتهم، احسن ما يخلي لهم الفلوس. وكل شيء كل شيء في يد الله، كل شيء في يد الله، حتى الترابي من عند الله، حتى الترابي من عند الله، كل شيء من عند يد الله، لأنه كنتذكر ديك النكته، واحد الأب جا عند ولده وقال له حشومه هذا الشيء هذا، وانت تشوف شي واحد سكايري. ولادو زوينين زعما دراري الصلاة والدين العبادة قارين مزيانين، هو مسكين الله يهديه واش عنده الاب ديالو قال والله يعفو عليك ولدي زعما، اما انت تشوفي وليداتك تبارك الله ها هما الصلاة والدين والعبادة زعما ديريه بحالهم، ديريه بحال ولادك زعما، دابا ولادك احسن منك. قال له باش تعرف الوالد الفرق ما بين الترابي ديالي والترابي ديالك، الترابي ديالي ها هي والترابي ديالك ها هي. إذن بهاد النكته كنهنيكم، الله يهنيكم وتبارك الله عليكم الله يحفظكم. هادي 3 وتولوت 25 درجة، اليوم الحد 14 مايو.